هتبدع في الحلو. وبصراحه في سؤال، ربنا يستر. بصي، كل حد بينجح في مجال ما بيبقى دايما، يعني خصوصا ان انت لسه صغيره وتقدري تدي، ايه اللي خلاكي تقرري ان انت مش هتكملي كبطله وهتبقي كابتن، يعني تعتزلي فكره ان انت تبقي لاعبه متميزه كده؟ قرار صعب ولا حد له تاثير على القرار ده؟ لا خالص خالص. أنا تقدري تقعدي وتستريحي على الشيزلونج وتقولي لنا كل حاجه. لا والله، هي بس القصه ان انا بعد ما لعبت سنه بعد جوازي قدمت في منحه اوكي في المانيا، منحه يعني دوليه للتدريب الهاندبول، وانا اصلا ماجستير ودكتوراه هاندبول ويعني تربيه رياضيه في المجال. اوكي فسافرت، فحسيت ان هي نقطه مهمه جدا، وخاصه ان انا غبت فتره طويله كانت 5 شهور، فطبعا بيبقى فيه بقى تفاصيل في الموسم وتسجيل وكده، فانا حسيت انه يعني ده وقت مهم. يعني انا الحمد لله بطلت وانا احسن حاجه ليا، فيعني الناس تبقى فاكراني باحسن حاجه. أوكي. وانا كمان يعني تبقى دايما الفيدباك اللي بيجي لي في دماغي اول ما افتكر ده انا مفنشه وانا الحمد لله كسبانه مع فرقتي والدنيا لطيفه وفي احسن مستوى ليا ويعني فورمه. هل عملتي اعتبار لحياتك الشخصيه الجديده؟ انا حاسه ان ده له جانب مع مهم. الرياضه مفيش حياه شخصيه. اوكي، بس انت حريصه، يعني احنا لما اتكلمنا مع بعض يعني. انت كنت حريصه على ان يبقى الطرف الاخر في حاله من حالات الاستقرار، بس هو برضو ده اتكعبش اتكامل جامد بعديها، لكن اقصد الى حد ما احسن من لما تكوني لاعبه. لاعبه ليكي اوقات مش في ايدك، صح كده؟ مجهود ويعني ممكن مثلا اروح، يعني جوزي بيشتغل بالليل ايوه، فبيجي متاخر جدا فممكن ياكل بره، فانا متعوده ان انا اكل، فممكن انا كسل اصلا يعني، وانا قاعده ببقى مثلا بشرب ميه وممكن انام اصلا وانا قاعده، وهو بياكل تعب. هو ممكن ياكل بره بقى، ما اوكي خلاص هو يعني يومه بره خالص تمام، فممكن ايه ياكل الا لو انا اجازه وهو اجازه. أيوة. ساعتها لازم هعمل اكل، ده ما فيهوش كلام. حلو ده. على فكره انا شايفاكي على الرغم من صغر سنك، بس انا بجد محترمه الجانب الانساني اللي في شخصيتك ده جدا. ملوش ذنب. لا بجد والله، بجد انا بحترمك جدا وبشكرك، لانه دي حاجه حلوه، لان انت حد عايز ينجح، نجحتي في هذا المجال وعايزه تنجحي في حياتك كمان، فان شاء الله كل التوفيق ليك يا مي بجد والله من حياتك حتى الخاصه وكمدربه. انا بقى بصي بعمل مافن شوكولاته، مش عارفه انت اخبارك ايه مع الحلو. يلا اضربي. بس انا حطيت 4 بيضات، حطينا الفانيليا ومي دلوقتي حطينا السكر، ممكن يبقى كوبايه من السكر، سكر حسب الرغبه، مقادير قدام حضراتكم. نضرب بقى ضربه حلوه كده مايوس، ايه يعني عارفه بتاعت مدربه بقى بجد يعني. عايزين السكر ده يدوب بشكل حلو، وانا هنا هنزل لك كمان الزبادي. الزبادي ده بقى عايزه اقول لك بيدي طراوه للكيك بشكل رائع بجد. والناس اللي عايزه تستغنى عن البيض ممكن تستعين بالزبادي او بالفاكهه المضروبه بيوري مكان البيض. لان في ناس كتير ما يعني عندها حساسيه ممكن من البيض، ما بتقدرش انها تستخدمه، فممكن نستعيد عنه بالايه، بالزبادي او بالفاكهه، مثلا تفاحه بيوري مسلوقه، كومترايه، اناناسيه. انت بقى اخبارك ايه في الحلويات؟ قولي لنا كده. الحلويات مفيش خالص، هو اصلا انا ما بحليش، ما حطيتيش روز ماري خالص. مفيش على البشره هنتنا. والشعر وال... طب بتاكلي ايه؟ قولي لنا في البيت ايه الحاجات المفضله ليكي بقى. والله يعني كل اللي بيلعبوا رياضة او كل اللي يعني متجوز، عشان يعني دي حاجه أيوة. درجه جدا بين ايوه قولي مكرونه وبانيه، واعتقد كل حد سمع عارف الموضوع ده كويس. على فكره هي مش بس عندكم. طب انت دلوقتي ما بقيتيش لاعبه، ما بتاكليش بقى حلويات ليه؟ ولا انت خايفه؟ لا عشان خالص الوزن. انا مش يعني تعود مش بحب مثلاً. مش بحب قوي احلي، لان انا باكل لحد يعني ما ابقى فل. فهمت. لحد ما تشبعي، فبحس ان انا مش عايزه احلي او مش. بس قلتي لي حاجه حلوه اقولها، قوليها نصيحه بقى. الفاكهه اللي انت بتاكليها قولي لنا بقى. قولي لنا بتعملي فعلا إيه؟ ممكن ما اعملش حاجه حلوه، بس انا فعلا بلم الفاكهه بتاعت البيت. حلو. كل الحاجات ايوه، واعمل بقى طبق فروت سلط كبير جدا. الله. نفضل ناخد منه طول الليل والنهار. حلو قوي ده. فده على طول. وعلى فكره هو جوزي برضو لو سمعنا، هي جوزي ما بياكلش الا لو في طبق سلطه على ممتاز، فممكن وبعد ما يخلص اكلي يتسلف بقيه السلطه، فهو
ايا كان ايه الاكل هو مش فارق معاه. حلو قوي ده. واهم حاجه السلطه. بس دي نصيحه حلوه منك. فانا لازم يعني ساعات ببقى هموت من التعب وعايزه اروح، اضطر اعدي على السوبر ماركت ايوه عشان اجيب خضار. يا روحي شطوره جدا ما شاء الله. عشان هو مش هياكل غير لا ده خضار، مش هياكل وبتبقى مشكله. هو واضح. هي قالت لي انه حماتها بتعمل اكل جميل قوي، هو متعود على اكل مامته اكل صحي. اكل صحي يعني بتستعمل حاجات مكان الدقيق، بتستعمل حاجات شوفان بقى وحاجات صحيه ودقيق ذره او حاجه كده. وانا نفسي بدات اغير شويه حاجات يعني. حلو ده. حلو. سابت ما اجيب سكر ابيض، ما اجيب سكر بني مثلا. انا مش عارفه عليكي يعني سابت لمستها عليكي برضه. لا كمان واحد بيقرا فبيفهم انه ممكن ده بيبقى يعني مش واخد درجات من التصنيع والتكرير اكتر. حلو. فبيبقى شويه عايزين سكر ماشي، بس الدنيا تبقى اخف شويه. تمام. الرز الابيض والرز البني فشويه بقيت اغير شويه حاجات، بس مش قادره فبرجع تاني. بس يعني انا هضيف لك شويه شويه. يلا بينا. سوي ذروتي الدنيا يا مي. لا لا. طيب قولي لي بقى، انت كل واحد في حياتنا يعني ليه مثل اعلى اكيد حد اقتدى بيه في حياته كده حابب يبقى شبهه او زيه. قولي لي بقى، ممكن بقى في الحاله دي نعمل بالسباتيلا عشان ايه؟ او عشان ماشي. بصي بقى هنقلب كده بشكل جانبي ونقلب كده. يلا يلا يلا. ايوه تسلم ايديك يا روح قلبي. مين ممكن يبقى مثلك الاعلى يا مي؟ هو بما اني بتعرض لحاجات كتير قوي في يعني شغل والدراسه، يعني تعرضت لنماذج كتير جدا. فممكن انا مش يعني أيوة. مش ثابته على حد. ودي ايوه ودي المفاجاه. كل بقى مرحله في حياتك بتشوفي حد معين تكتسبي منه حاجه. الله ينور عليك. حلو ده. احس انه كل واحد طالما نجح فهو عنده حاجه مميزة، عنده حلو. حاجة ممكن أنا أخدها. طب وليه لأ أبقى أحاول أكمل نقطة. دي حاجة حلوة قوي. بس طبعا ستيل برضو والدي والدتي ممكن يكون ليهم فضل كبير جدا. أكيد. فبرجع دايما بلاقي إن كلامهم طبعا ده كلنا بنبقى عناديين وبتاع، بس مع الوقت بنلاقي نفسنا بنقول نفس الكلام اللي هم بيقولوه. فبحس قوي إن أنا عجزت. لا بالعكس سبحان الله. انا سعيده ان انت تقولي الكلام ده بجد. لا والله ده حقيقي جدا. بلاقي ان هم دايما بيقولوا مثلا ليهم بصمة حاجات في حياتنا الحياه حتى لو ما شعرناش احنا بيها. بالظبط. انا هقلب. لا ما تخافيش انا هلحقك ماشي هلحقك. انا انت قلت لنا انت عضو في حاجه خاصه بوزاره الشباب. انت شغاله دلوقتي في اداره السياحه الرياضيه. اداره اسمها اداره مهمه سياحه رياضيه ومؤخرا اتغيرت. انا ممكن اكمل على فكره. اخبار الاكل في المعسكرات واللي تطلعوا بره بقى بيبقى مختلف تماما عن البيت، والحياه عامله ازاي هناك في المعسكر؟ فيها بقى سيستم ولا بقى؟ لا بيبقى سيستم جدا زي ما بنسمع بقى. انت في المعسكر قلبك يجمد كده وتاكل اي حاجه، تعبان معدي ماشي. يا نهاري انت جبت سيره التعبان. وجوزي عارف الموضوع ده في واقع. فمثلا اقول له لا 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 مش هاكل، لا لا خلاص كده اصل الوقت اتاخر قوي شويه. يقول لي راحه فين؟ اقول له بس وقف انا هاجي حالا. ايوه راحه فين؟ تعبان صحي وانا لازم انيمه. لازم اروح احط اي اكل خلاص مش قادره بقى. فاللي هو سبحان الله بالليل ده بيبقى دايت يبوظ بالليل، نصحى الصبح نبداه تاني. فاحنا في سايكل كلنا. اوكي فهمت جدا. لكن الدنيا دي بتبقى جميله بالنسبه لك ولا تبقي مشتاقه للبيت بقى عايزه ترجعي خلاص ما بقيتيش قادره على ده زي زمان؟ لا في المعسكر. المعسكر مشكله ان احنا في الحياه يعني نحط كل ورقه كده. يلا بينا. ايوه هنا في المعسكر. كل مشكله ان احنا في بيوتنا أيوة. نظرا للدراسه والجامعه والشغل مش بناكل بانتظام يعني اي حاجات على السريع يعني. أوكي. انا واحده من الناس ممكن انسى اكل اصلا. اوكي بس ده بيأثر عليكي كان في التمرين؟ ان انا تنحت طبعا جدا. تهبطي بقى وتحسي كده. وفي الحاله دي بيبقى الافضل ليكي انك تاخدي يبقى عصير بقى ولا تاكلي وجبه؟ باكل اي اشرب اي حاجه سريعه يعني فريش جوس كده. حاجه مغذيه تسند. واليتيمه دي حضرتك مالهاش ايه يعني. ماشي حصل خير حصل خير. تمام. بس في المعسكر بقى بناكل كل الوجبات. حلو قوي. فطار وغدا فما بنلحقش. والله ما شاء الله اساسا. بس فهمت يعني بيهتموا بيكم في الجوع. اوكي هو اوتيل فهو اوريدي ليه مواعيد موجود طبعا. بس احنا بناكل احنا مش جعانين، بس بنيجي المرحله بقى اللي هو مش قادرين نقاوم. طب قولي بقى انا ليا بس حاجات مضحكه جدا. طب قولي لنا حاجه بسرعه منها. عندي زمايلي ممكن عندهم الحرق زايد جدا يمكن. أوكي. لسه معانا دلوقتي. مين؟ ضحك. كانت ساره ولا حد تاني؟ لا كانت حد تاني بس من نادي تاني وكانت معانا في النادي. حلوه الروح دي من نادي تاني. شايفين روح الاهلاويه. احنا اصحاب اصلا من انديه يعني كلنا اصلا بنبقى صحاب من انديه تانية حتى. بس هي كانت قاعده معايا في الاوضه وكنا في بطوله افريقيا. كان
ممكن اصحى من النوم وانا واحنا نايمين، اصحى من النوم كده اخش التواليت ولا حاجه الاقيها ماسكه كيس الشيبسي مش قادره، هتموت من الجوع. يعني انا نفسي وزمايلي كنا بنخبلها السندوتشات من الشيف عشان مدير المطعم بتجوع بالليل، بتجوع جدا، ده تعب مش طبيعي. فطبعا دي يا نهار ابيض بتساعدوا اختكم يعني. طيب طب قولي لنا بقى مايلي، انت دلوقتي ممكن تكوني بتفكري ايه الفتره الجايه؟ ايه طموحاتك يعني في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ والله والله مش عارفه، كلام كبير يعني. يعني اعتقد ان انا عملت نقلات كتير بسرعه 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 في حياتي. ايوه. فهستمتع كده بالمشاهده واشوف ايه ممكن يحصل، واكيد الصالح ربنا يلهمنا ليه كده الدنيا تروح. بس عامه في مجال التدريب يعني انا اكتست يعني، يمكن اول سنه ليا كانت في نادي المعادي، تاني سنه رجعت بيتي بقى والنادي الاهلي كويس ومع فرقتي، فدي كانت دي حاجه يعني حاجه جميله جدا جدا طبعا. اتعلمت كتير سواء مع سن صغير او مع فرقتي درجه اولى، مع النقله اللي حضرتك بتقولي عليها اللي هو من لاعب لمدرب الصراحه حتى الجهاز الفني كمان كان يدعم جدا وكانوا يعني متفاهمين المرحله النقلة اللي انا فيها دي. جدا، وكانوا بيدوني المساحه ان انا اقول اللي عندي، ودي بتبقى نادرا انه كنت لسه هقول لك دي حاجه حلوه، دي حاجه حلوه جدا. ممكن ابقى قاعده بتفرج واكتب وخلاص يعني، او بتعلمه وخلاص وخلاص، لكن انما يكون ليا يعني رؤيه وتقوليه وتنفذيه ده حاجه حلوه. حاجة والحمد لله يعني يا رب اكون قد الثقه. لا طبعا يعني اكيد مبسوطه بيكي جدا والله يا معي، بجد انا فخوره بيكي بجد والله. لا ده كلام كبير. وانت يعني في نماذج كتير في الاهلي، بس عايزه اقول لحضرتك حبيبتي والله انت واحده منهم الواحد يفخر بيها، وسعيده بوجودك معايا بجد النهارده يعني من حسن حظي. ومين اللي هياكل الاكل ده؟ انا عامله بقى ده، بصي هو سهل جدا وبسيط، شوفي احنا عملناه وانت واقفه تقدري تعملي ده في البيت جدا. انا عايزه الراجل الطيب اللي موجود في البيت ده يشكرني بعد الحلقه دي على اي حاجه ممكن تطلع بيها من الحلقه دي استفاده المي، صح؟ في مجال الطهي يعني، بما انك مش غاويه حلويات قوي هكتبها لك. هو برده مش ملوش قوي هكتب يعني. وعلى فكره سكري قليل، حطيت نص كوبايه سكر، حطينا اربع بيضات، رشه فانيليا زي الفل، حطينا حوالي كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقه بيكنج باودر وشويه زبادي، معلقتين زبادي كده حلوين، حطيت شويه لبن صغيرين. طبعا مكان البيض ممكن نحط زبادي. طبعا الزبادي ده هايل وهيخلي الكيك ده طري فتره طويله. تقدري تحتفظي بيه في الفريزر لو انت مش عايزه تاكلي دلوقتي، مش شرط. وترجعيه يطلع زي ما هو، عايزه تزينيه زي احنا مزينينك، احنا محتفلين بيكي النهارده. ربنا يخليك. بالكريم شانتي، وعملنا حاجات في الفرن اهو، نبص بصه كده سريعه اهو، ده الماكريل، شوفي السمكه عملت ازاي شنكحت يعني. والسنجاري خلاص تمام زي القمر، وطبعا مخرجنا هيستعرض اللي في الاستعراض. وما احلى حاجه هنختم بيها هي وجودك كان معانا النهارده بجد. يا حبيبتي ربنا يخليك. وقولي لنا انت هتشوفي النهائي فين بقى؟ جوزي زملكاوي جدا يا ستي، كل التحيه، كل التحيه لنادي الزمالك، وشكرا على روح زملكاوي وتزوج لاعبه من اجمل واجمد اللاعبات في النادي الاهلي، انتوا متخيلين الروح الرياضيه؟ طبعا تحيه. كل واحد بيلبس التيشيرت بقى وثالثه يمين، دي مفاجاه بالنسبه لي يا جماعه، على طول الاجواء دي مكمله معانا، دي مفاجاه كبيره جدا. تحيه للنادي الزمالك وتحيه لزوجك وتحيه للروح الرياضيه الجميله دي بجد، والله شرفتيني ونورتيني حقيقي بجد. واتمنى يا رب ان ضيفتي النهارده تكون نورتني وشرفتني، وتكون كانت كمان يعني الحلقه والفقره خفيفه على قلوب حضرتك، تكونوا اتعلمتوا حاجه. يا حياتي هنتصور بقى احنا كمان صوره كمان، وهستسمح حضراتكم هنطلع الاستراحه عشان معايا فقره يعني مميزه. بشكر الكابتن مي هشام لوجودها معايا النهارده، مدربه الفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي الاهلي، اتشرفت بوجودك معايا. اسمحوا لنا نطلع استراحه، وفي انتظار حضراتكم في فقره مميزه جدا للديكور لكل اصدقائنا بعد الاستراحه.